كل مرة. طبعا الدور الثاني طبعا يختلف اختلاف كلي. الفرق يعني جهزت لعيبة المصابين، احنا شفنا النصر رجع عنده غالب، يعني تغيرت الشتوية في بتساعد الأندية انها تحسن من وضعها في هذا. طبعا الدوري دائما الدوري هو النفس الطويل هو اللي بيكمل. احنا كل المواسم الماضية كنا نشوف الفتح يجي، العام كان فيه التعاون، فهذه الأندية عندها نفس طويل فما تكمل في المنافسة. مواريها ايش يعني؟ هل مواري النفس الطويل واضح؟ هل هم الأربع الكبار والخمسة الكبار ما فيهم الشباب؟ الشباب والاتفاق بتعادل تماما؟ هم خارج الحسابات؟ الشباب تعادلاته واجد، فأتوقع أنه ممكن يبتعد. الأندية الأربع الكبار الفرق بينهم ترى بسيط، حتى الاتحاد معنا خصمون ثلاث أنه قريب، يعني ممكن يفوز مباراة وممكن يتعطل حتى هلال مباراة قدام، فكل شيء وارد. يعني لسه أنت في البداية في الدور الثاني، يعني يبين يعني عدة جولتين ثلاث أربع يبين معك. الفتح سيبقى في الأخير بناء ولا بمستويات اللي قدمها؟ الفتح شوف مباراته مع الاتحاد كانت مرة مباراة ممتازة جدا، يعني ترى الاتحاد فاز يعني بضغط الجمهور، يعني في آخر الدقائق ضغط الجمهور ضغط غير طبيعي. طبعا